فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى غطى في سورة الأنعام الأمور العقدية الأولى التي بدأت بها الدعوة الإسلامية في مكة، لأن السور التي سبقت سورة الأنعام سورة أحكام وتكاليف وهي مدنية، وقبل أن تجيء التكاليف والأحكام لا بد من أن يذكر الحق سبحانه وتعالى ما يجعلنا نؤمن بالمكلف بهذه الأحكام، وذلك أمر كان في مكة، لأن مكة تعرضت أولا في البعثة إلى إثبات الألوهية الواحدة الأحدية، وإثبات البلاغ عن الله بواسطة الرسل، وإثبات المعاد في يوم القيامة، أمور تعلقت بها الدعوة في مكة. وحين استقر هذا الأمر أنزل الله في المدينة الأحكام التي يتطلبها الإله الواحد الأحد بواسطة رسله المؤيدين بالمعجزة، حتى نعد أنفسنا إلى لقاء آخر في يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى بدأ سورة الأنعام كما قلنا بأنه قال هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أساسيات الحياة التي طرأ عليها الإنسان، فوجد كونا مخلوقا لخدمته ومسخرا لأداء الغرض المقصود منه لخدمة ذلك الإنسان. وما دام الإنسان قد طرأ على هذا الكون أرضا وسماء وكواكب وماء، كل ذلك إنما جاء ليثبت أن الحق قبل أن يطلب منك تكليفا أعد لك ما يعينك على هذا التكليف. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يتكلم عن حقيقة لم يدعها أحد في كون الله، لأنه وجود أعلى، ولم يدع أحد أنه خلق السماوات والأرض، ولم يدع أحد أنه جعل الظلمات والنور، ولم يدع أحد أنه سخر ما في هذا الكون. فهل من المعقول أن يوجد هذا الكون الأعلى لخدمة ذلك الإنسان ثم لا يدعيه من أوجده؟ إن الشيء التافه كما قلنا كهذا المصباح نعلم جميعا من ابتكره ومن اخترعه ومن يصنعه ومن الذي أخلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ألا نعلمه؟ أخلقها وأنكر ذاته ولا يعرفه أحد؟ أبدا، إنما ادعاها الحق سبحانه وتعالى ولم يوجد معارض له فصحت له. حق سبحانه وتعالى حينما يقول وله ما سكن في الليل والنهار إنما تكلم عن الزمان واحتوائية الزمان للزمانيات، أي للأشياء التي تحدث في الزمان، لأننا سبق أن قلنا إن الإنسان وهو حدث، وكل ما يطرأ منه حدث، وكل ما في الكون حدث، أحدثه الحق الواجب الوجود. وما دام وجد حدث فلا بد أن يوجد زمان للحدث وأن يوجد مكان للحدث. أما مكان الحدث فهو السماء والأرض واللي بينهم والكون ده كله. طب وزمن الحدث الليل والنهار؟ يبقى كل حدث لا بد له من زمان ولا بد له من مكان. تكلم الحق عن الزمان في قوله وله ما سكن في الليل والنهار، وتكلم عن المكان قال لمن ما في السماوات والأرض قل لله، يبقى استحوذ عليها زمانا ومكانا. واحنا قلنا ان مدام الحدث يوجد يبقى لازم يوجد له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، فإن لم يوجد حدث لا يوجد زمان ولا مكان. إذن الزمان والمكان وجد امتى؟ حينما شاء الله ان يحدث الكون. إذن لا تقل قبل ان يخلق الكون اين كان الله، لان اين زمان. والزمان والمكان ما تقولش متى برضه، لا تقول متى ولا تقول اين. ليه؟ لان متى واين انما وجدتا بعد وجود الحدث في الكون. قبل وجود الحدث في الكون لا متى ولا اين، لأن متى وأين وجد بمين؟ وجد بالله. هنا
نعلم أن المكان ظرف يعني شيء يحدث فيه الحدث، وهو قار يعني شيء ثابت، ولكن ده المكان، ولكن الزمان برضو ظرف يوجد فيه الحدث ولكنه غير قار. يعني دلوقتي كان مستقبل، قبل كده اللي كان مستقبل بقى ماضي، وبقى الاول ماضي وبعدين يوجد حاضر وبعدين يوجد ايه مستقبل، فتدور كده ماضي وحاضر وايه ومستقبل، يبقى ده زمان غير قار. اذا فالزمن القار هو المكان، والزمن غير القار هو الحدث الزمان، فله الظرفين القار وغير ايه وغير القار. حق سبحانه وتعالى حينما قال وله ما سكن في الليل والنهار، قلنا طب والمتحرك أليس الذي يتحرك أيضا له؟ طب اشمعنى وله ما سكن في الليل والنهار؟ طب والمتحرك مش له؟ أم قال لك لأن كل متحرك يؤول أمره إلى سكوت، كل متحرك يؤول أمره إلى إيه؟ إلى سكوت. أو وله ما سكن في الليل والنهار أي ما حل فيه، يبقى مش من السكون، يبقى من السكن، يبقى من الإيه؟ من ما هو ما سكن في الأي ما حل في الليل والنهار متحركا كان أو ساكنا. فإن خدتها من السكنة يبقى هذا هو المعنى، وإن خدتها من السكون تقول له ما هو كل سكون لا بد أن يكون تحرك وبعدين يسكن ضروري، يبقى مش كل ساكن يتحرك إنما كل متحرك إيه يسكن. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قلنا إذا أخبر الحق عن نفسه بصفة من صفات يوجد مثلها في البشر فخذها في إطار ليس كمثله شيء. أنت لك سمع فيقال فلان سميع، ولك علم فيقال عليم، ولك بصر فيقال لك مبصر، ولك قدرة فيقال لك قادر، وقد تكون غنيا فيقال لك غنى، وأنت موجود فيقال لك موجود، وأنت حي فيقال لك حي. لكن هذه الصفات التي فيك هي عين الصفات التي في الله، ولا في إطار ليس كمثله شيء؟ وما دام وجوده ليس كالوجود يبقى سمعه ليس كالسمع. إزاي؟ أم قال لك يا أخي إحنا بنشاهدها في نفسنا. إزاي؟ قال لك الإنسان منا له حال حياة وحال موت. طيب في حال الحياة له حالتين، حال يقظة وحال نوم. في حال اليقظة بنشوفه والبصر له قانون يحكمه قانون الضوء، مش كده؟ والسمع له قانون يحكمه قانون الصوت والموجة والزبزبة والنقل والعملية دي كلها. فإذا ما نمت وأغمضت عيناك ألا ترى رؤية؟ بترى رؤية وترى بها الألوان ولا ما تراش الألوان؟ وتشوف لابس ابيض وده لابس احمر وده اخضر. الله، باي شيء ادركت الالوان وعينك مغمضة؟ اذا فيوجد رؤية بدون عين. ومدام في البشر توجد رؤية بدون عين ما تبقاش ربنا تقول مدام رأى يبقى له عينين، لان انت نفسك بتشوف ولا ايه؟ ولا مفهوم ولا. كذلك يتحكم فيك الزمان والمكان وانت في اليقظة. فاذا ما نمت لا يتحكم فيك لا زمان ولا مكان ولا معية. ازاي؟ ام قال لك تبقى نايم ويا واحد في الحف واحد ومش عارف ايه، وهو يرى انه يضرب من اعدائه وانت ترى انك منعم بين احبابك، ما دخلتش دي في دي. وبعد ذلك ترى رؤية تقعد تشرحها وتحكيها في نص ساعة ولا في ساعة، مع ان المخ في النوم ما بيشتغلش الا 7 ثواني. اذا الزمان ملغي والمعيه ملغيه والبتاع. فاذا كانت هذا في الانسان وقوانينه، اتريد ان تجعل قانون خالق الانسان كقانون الانسان؟ ما تجيش. يبقى خدها في اطار ليس ايه ليس كمثله شيء. نعم. بعد ذلك يقول الحق سبحانه قل، واذا قال الحق قل فهو امر لرسوله بالبلاغ عنه. انظروا الى دقه الاداء في القران، ساعة تقول للإنسان اذهب وقل لفلان كذا وكذا وكذا وكذا، حين يذهب رسولك إلى من أرسلته إليه ماذا يقول له؟ أيقول له قل كذا وكذا، ولا يسيب القل ويقول اللي هو عايزه؟ أنت تقول له أبي يطلب منك أن تلقاه غدا في المكان الفلاني، لما يروح للمرسول إليه يقول له إيه؟
يقول له ابي يطلب منك ان تلقاه في المكان الفلاني. ما قالش كل فلان، ما قالش، انما الرسول ما بيقولش كده. الرسول بيقول له انت علشان ما يبقاش الكلام من عندك، قل لهم ربنا بيقول لي قل كذا 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 بلا. ولذلك كلها قل قل قل، مع ان مقول القول هو المطلوب. هو لما ربنا يقول قل هو الله احد يقول ايه؟ هو الله احد مش كده ولا لا؟ ما قالش الله احد، ما قال ايه؟ قال قل هو، يعني البلاغ اللي جاني كده، البلاغ اللي جاني قل هو الله احد. ما جاب قل ليه؟ اما قال لك ليدلك على امانه الاداء في البلاغ عن ربه. قل هنا بيقول ايه؟ قل اغير الله اتخذ وليا؟ الاله اللي مواصفاته كما قدمنا، خلق السماء والارض وخلق الظلمات والنور وله ما سكن في الليل والنهار وله ما، الله الله الله، كل الحجاج دي كلها. ام قال لك ايه؟ قل اجعل الجواب يخرج منه. مش انا اقول لا تتخذ وليا غير الله، لا انا عايزك تسالهم هم، اغير الله اتخذ وليا؟ خلي السؤال مطروح منك، وما دام السؤال مطروح منك فانت على ثقه من ان الجواب لا يكون الا كما تريد انت. ما تديلهمش الحريه في الجواب كده الا اذا كنت واثق ايه؟ ان الجواب ما يكونش الا كده. طب واثق ان الجواب ما يكونش الا كده، لانه يقول لك سيدير فكره وعقله ولسانه عشان يلاقي جواب غير ده، مش هيلاقيه. طب قل اغير الله اتخذ وليا؟ اجعلهم يقولون، قل لهم كده اغير الله اتخذ وليا؟ لن يجدوا جوابا الا لا. ليه؟ لان هو الواحد منهم لما بيجي، لان ولي حامل به ايه؟ الولي، ما هو الولي يعني القريب اللي ينصرني، مش كده؟ طب انا اتخذ ولي وقريب ينصرني عشان ايه؟ اما تجيلي فتح حكايه ضعف ما تقواش اسبابي فيه، يقوم الولي يعمل ايه؟ يجي ينصرني. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ اصرخه صرخ عليه فاصرخه، صرخ يعني ايه؟ قالوا هذا ام ايه؟ قال يا روحوا يا هو، اسمه ايه ده؟ صرخ. اللي يجيبه يقول اصرخه، يعني ازال صراخه وراح يشوفه عايز ايه. مش معنى صرخ، ام قال لك لان صرخ دي تدل على فزع الحدث الذي انتابه. ان كان انتابه حدث بسيط ينادي نداء خفيف، انما يصرخ قوي كده يبقى معناه انه حدث ايه؟ حدث جامد قوي. اللي يجيله بقى يبقى ايه؟ اصرخه، يبقى ازال ايه؟ ولذلك من مجرد ما يشوف اللي جاي ينصره يسكت، يبقى من ازال صراخه، يعني جاي عشان يعمل ايه؟ عشان يعينه ويخلصه مما هو ايه؟ مما هو. يبقى الولي المطلوب الولي ليه؟ ام قال لك اذا المنكر مش انك تتخذ ولي، لا، اتخاذ الولي امر فطري في الكون. اتخاذ الولي الذي يقرب منك وينصرك ويعينك على مهمات الأمور أمر فطري في الكون، إنما الذي ننكره أن تجعل وليك غير الله. بس إنما ولي ضروري يبقى ولي. أم قال لك إزاي؟ أم قال لك يأخذ على الحق سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إيه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله، يبقى إذن أنا ما بنكرش إن غير أننا اتخذ ولي من الناس، بس في إطار إيه؟ في إطار الولاية من الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، إن ولي الله. الله، إذن أنا ما بنكرش أن يكون لك ولي. ليه ما تنكرش أن لك ولي؟ أما قال لك لأن فطرية الحياة هكذا. إزاي؟ أما قال لك لأن الولي لا تطلب أن ينصرك إلا إذا وجدت لك فترة ضعف. فإن كنت قويا وعجزت تبقى عايز واحد قوي، ان كنت غني وافتقرت يبقى عايز واحد ايه؟ غني. الله، اذا الولي ما يطلبش اللي عند ايه؟ عند الشده. طيب، وهل رايت انسانا استوت له كل زوايا الحياه فيصير قويا لا يضعف ابدا وغنيا لا يفتقر ابدا؟ مش ممكن ابدا، تيجي له فتره ضعف ضروري. اذا ما دام الاغيار قدامنا كده وبنشوفش قوي ثبتت له قوته ولا غني ثبت له ايه؟ لان الانسان ابن الايه؟ ابن الاغيار. وما دام ابن الاغيار وبتجيله حالات فوق قدرته، يوم لازم يشوف له ايه؟ حد يعينه ويساعده، وهو يستعد برضه انه يبقى عشان ايه؟ يعين ويساعد. الله، اذا امر الولايات امر فطري ولا مش فطري؟
لازم امر فطري. والحق سبحانه وتعالى ما وزع مواهبه على خلقه في كونه الا ليضمن بقاء هذه الولاية واستمراريته. يبقى انت محتاج لده لانك انت ضعيف في يده وهو قوي، يبقى انت عايزه. تعوز المهندس لانك ما تقدرش تصمم بيت، مش كده؟ تعوز الطبيب لانك انت لما يجي لك افه في بدنك ولا حاجه ما تقدرش تعمل فيها ايه. تعوز المحامي عشان عندك قضيه ما انتش عارف فيه. الله، يبقى اذا ربنا نصر المواهب في كونه ولا خلاش فيه واحد مجمع مواهب ابدا، بل ده عنده موهبه والغير فقده. ليه؟ عشان نلتحم ببعض، مش التحام التفضل والتكرم، التحام الحاجة، التحام. لأن بالله لو ما كناش كده ملتحمين التحام حاجة، يمكن لو واحد عنده مواهب مجمع مواهب ما يسألش عنده ولا يسأل عنده ولا يسأل عنده ولا يسأل. ما اللي بيخليه يسأل إيه؟ إن عنده زوايا حياة، هو في زاوية واحدة وبقية الزوايا في يد غيره. يبقى هو ده محتاج ده وده محتاج ده وده محتاج ده وده محتاج ده. ولذلك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، المعيشة والأمر احنا قسمناها بينهم، ما خلناش واحد يبقى ايه عنده كل مرافق الحياة، بل بدينا ده كذا وده كذا وده كذا، عشان ده يبقى محتاج وده يبقى محتاج وده يبقى محتاج. يبقى نلتحم ببعضنا التحام ايه؟ التحام حاجة. لأن التحام التفضل مش ممكن يتأدى. بالله لو أننا كلنا أصحاب مواهب ومتخرجين من الجامعة وعايزين نقعد على مكاتب زي ما قلنا زمان، طب من يكلس لنا الشارع بقى؟ إن شاء الله هيجي واحد كده معاه موهبة ومؤهل ويقول النهاردة أنا هتفضل على الشارع بأن أنا أكلسه. طب وما تفضلش النهاردة تفضل المسألة؟ لا، ده لازم يربط هذه العملية بحاجة صاحبها إلى أن يعمل. عايز ياكل وعايز ياكل ولاده ومش عارف ايه ويطلع الصبح كده، الله، زي ما قلنا في بتاع البكابورت اللي بينزح البكابورت، في اقل من كده؟ يوم يطلع الصبحيه يقول يا فتح يا عليم ورزق يا كريم، ان يرزقه كده البكابورت ينزل فيه ويندب فيه. لو ان دي ما هياش حاجه كان يعملها؟ ما يعملهاش ابدا. ومن فضل الله على خلقه ان اللي يوفق فيها يحببه فيه، يحببه فيه. وربنا بسطه في الرزق شويه كده بعد ما كان بيشيل بالجردل على كتفه، قال يجيب عربيه ويشدها حمار، ونغدر يشدها بغل، ونجاب كده يجيب عربيه ايه، وبرضه يفضل في الايه؟ يفضل فيها. الله، اذا ربنا عايز يلحم المصالح، مش لحمه ايه؟ مش لحمه تفضل، انما لحمه ايه؟ ولذلك ان ربنا فضلنا درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخريه، نبقى مضطرين. وبعدين اللي يرضى بها بقى الله يقول له طب ما دام رضيت بوضع لك كده والمساله دي، خد الخير فيها بقى. يجي له الخير فيها يقوم يلزمها وما يرضاش ابدا ايه؟ وما يرضاش يسيبها ابدا. عال قوي. اذا فاتخاذ الولي امر ايه؟ فطر. بس يقول لك خليك ناصح. اتخذ الولي بقى اللي ايه؟ اللي لما تعوزه يقتل ايه؟ انما تتخذ ولي بقى من الاغيار يبقى ما ينفعكش. يوم ما مين اللي مش في الاغيار؟ خالق هذا جميعا. يبقى اجعل ولايتك لله، هو يعمل لك ايه بقى؟ هو يروح يسخر لك حتى عدوك، حتى ايه؟ عدوك. يبقى اتخاذ الولي امر ضروري، ولكن النصاحة بتاعت الانسان يختار الولي الذي ينصره ان احتاج اليه. الولي الذي يحتاج اليه بشر، ما يمكن ما يرضاش، تقوم تقول له ليه بقى؟ ما تروح لمن خلقه ويسخره بالخاطر، خليك وياه ويعمل لك الايه؟ يعمل لك العملية دي. فبيقول ايه؟ قل أغير الله اتخذ وليا؟ يعني انا انكر كلهم، انكر انتم تنكرون ان نتخذ وليا لامورنا غير الله. ليه؟ ام قال لك لان اصل الولي ده اللي انت عملته ولي وقريب منك، ما يمكن ساعة الحاجة بتاعتك له يكون مريض، تبقى خدت مقلب ولا لا؟ المريض غايب، لا موجود وقلبه اتغير عليك. قال لا، طب ما اذا تاخد انت اللي لا يغيب ولا اللي يتغير ولا اللي يضعف ولا مين هو بقى؟ المريض ما فيش غير. قل أغير الله اتخذ وليا؟ اذا فالقرآن لا ينكر ان يتخذ الانسان له ولي،
لان اتخاذ الانسان لولي امر طبيعي لانه ابن اغيار، وما دام ابن اغيار يجي له ضعف وقوه، وما دام يجي له ضعف يبقى عايز حد يقف بجنبه. طب حد يقف بجنبه يبقى مين هو؟ نقول له هو ربنا يدي لك مؤمنين يبقوا يقفوا في جنبك، ان حتى المؤمنين تغيروا عليك يبقى هو ايه يدبر خواطر تانية ويعمل لك مسائل تانية. قل اغير الله اتخذ ايه؟ اتخذ وليا. ولما تتخذ ولي اتخذه لما يكون مثلا غني وقوي وعالم وتاجر ويعرف شيء من الثقافة الطبية، يبقى ده ولي هيغنيني في كم حاجة، حاجات كتير يعني شوية، اصل هو ايه عالم، ان احتجت في موقف ضعف علمي يديني، ان غني يديني من غناء مش كده، الله عنده ثقافة طبية يديني من طب، وعنده واد ناصح شوية في التجارة يبقى واحد يكفيني عنك. تقول له بقى طب تشوف بقى اللي خلق المواهب دي كلها وتعمله ولي علشان يجيب لك كل الزوايا حاضرة عندك ولا اي حاجة. الله، قل اغير الله اتخذ ولي، ايه اتخذ ولي او ليه؟ ام قال لك لان الكون ده فطر السماء والارض، فاطر السماوات والارض خلقهما على غير مثال وابتدأهم، وما دام عمل العمليه كده يبقى اي مصلحه لي هتوجد عند مين؟ هتوجد عنده او من باطنه. المؤمنين بمنهجه هم اللي يعينوني وهم اللي ايه. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، فاطر يعني مبتدئ الخلق بتاعه على غير مثال سبق، مش كانت حاجه وبعدين عمل زيه، لا زي ما قلنا ان سيدنا عيسى هيخلق من الطير ايه كهيئه مثل هيئه، مش بيخلق هيئه الطير، بيخلق ايه مثل هيئه الطير، يبقى هيئه الطير مش مخلوقه له، انما اللي مخلوق له ايه المثل بتاع هيئه الطير. طب ربنا فاطر السماوات والارض، قال لك ايه السماء والارض دي عمليه بس خد بالك منها، انتك منها رتيبه قدامك ما انت مستسهلها، انما لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكر فيها كويس، إن السماء بنيناها بأيد وإن إيه لموسعون. وبعدين يجي في كلمة فاطر دي ونلاقي الحق سبحانه وتعالى يستعملها في شيء مصلح وشيء مفسد، يعني الاثنين. فلما أنت تيجي تقرأ فاطر السماوات والأرض يعني خلقهما ابتداء لا على غير مثال سبق وبتقدير محكم، نقول له طيب طيب ولما اقول بعد ذلك اذا السماء انفطرت مش كده، هناك قول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ايه ليبلوكم احسن ما اعظم، الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر بص كويس هل ترى من فطور، يعني شقوق بتشوفها ملسه كده ولا فيها حد، الله والكميه الواسعه دي كلها اللي مطوقه الارض والكون ده كله كلها مفيش ابدا وصله ولا لحمه ولا اي حاجه، الله يبقى فطور هنا شقوق وفطر هنا خالق، قال لك ايوه هو يشق للصالح ويشق للايه للافساد، لان من عظمه الحق سبحانه وتعالى انه يعطيك شيئا موجودا ثم يقول لك اوعى تفتكر ان هو طلع من ايدي، انا خلقت السماء والارض صحيح انما اقدر اعملها ايه تنفطر الصبح خلاص، خلق الشمس انما قلت تكور، خلق النجوم طمست، الله الجبال لوسفت، الله كل خلق تستعظمه امامك تقول مش ربنا خلقه بقانون كن ثم انفلت من قدره الحق يروح يعمل فيه ايه ينهيها. ولذلك تجد مثلا اهو اصل فاطر، بعض العلماء قال ما فهمت كلمه فاطر الا حين جاء اعرابي وقال فلان ينازعني في بئر انا فطرته، انا اللي ابتدات فحره، مش كان موجود هو ونظفه، لا ده انا اللي بادئ ايه انا اللي بادئ من فطرته ليه، اما قال لك لان بئر يعني يعمل ايه بيجي في الارض كده ويعمل فيها شق ويغوطها يغوطها يغوطها لحد ما يصل الى مرتبه ايه الاستطراق السائلي بتاع الميه ويجي فيه شويه ايه شويه ميه، يبقى لما شق الشق في البئر شق اصلاحا ولا لا، وفي شق يفسد خلاص، ففاطر السماوات والارض شق ايه كانتا رتقا ففتقناهما عشان تبقى صالحه، انما لما تيجي بقى السماء انفطرت يبقى يعمل دي ويعمل ايه
ويعمل دي ما تفتكرش ان حاجه ربنا خلقها وبعد ذلك خرجت من نطاقه. ولذلك حين يمتن الحق بخلق الحياه يقول لا، قبل ما امتن عليكم بخلق الحياه هحذركم، اوعى تنغرب الحياه دي. ولذلك انا مش هخاطبك واقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الحياه والموت، لا، الذي خلق الموت والحياه. ليه؟ عشان ما تاخدش الحياه الا ويسبقها ما ينقضها. قبل ان تستقبل الحياه اعرف ان في ناقض للحياه، اوعى تنغر به. الذي خلق الموت والحياه، اوعى تاخد الحياه كده على انها هتديك بقى الايه، قوه الحركه والادراك والاراده والمن. قول له لا، قبل ان تستقبل الحياه امن بما ينقض هذه الايه، بما ينقض هذه الحياه، علشان تبقى. وبعد ذلك شوف اقرا في سوره الواقعة، افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقين. طيب نحن قدرنا بينكم الموت، فاداني الحياه واداني ما ايه، ما ينقض الحياه، عشان ما تاخدش المساله كده بغرور، افتكرها كويس ان اللي اداك الحياه دي شدها منك. افرايتم ما ايه، ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. طيب والزرع اللي بنزرعه بناكل منه وتشيك كده وتبقى مخضرة وفيها أسمار ومش عارف أقول لك إيه، برضو بنديك دي ونديك إننا نقدر نفسدها عليه نتربعها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. انت بس بتحرط الارض وترمي البذره، انما والله ما سلطتش البذره دي علشان كان مختزن فيه، عجائب، مختزن في البذره ده ما يقيتها الى ان يوجد لها جذر يمتص لها غذاء، يعني مش عايزه الارض على طول. ولذلك بمجرد ما تحط الحبايه دي، الفوله، العدسايه، الرز، اي حاجه تضربها في الارض يجي لها شويه التربه، تقوم تعمل ايه، تقعد الفلقتين ها يدم لها غذاء لحد الغذاء ده ما يقويها على انها تعمل ايه، جزير بسيط كده. ساعة الجزير ده ما يزرق في الارض يبتدي يديها ايه، غذاء. تقوم الورقتين الفلقتين دولي، اول ورقتين بعد ما كانوا فلقتين فيهم المادة وبتدي مش عارف الايه بتاع، يبقوا ورقتين اتنين بقوا ايه. انما بعد ما تدولها ايه، بعد ما تدولها الغذاء بتاعها علشان تبقى تقوى ويبقى لها جزر تعمل ايه، يبقى انت ما عملتش العملية دي، انت حرطت بس، حرطت الارض كده. ولذلك احترم الله عملك وقال افرأيتم ما تحرثون. بس تعالى بقى الحكاية مش حراسة، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. لو نشاء نفسد لكم الحكاية دي لجعلناه حطاما. يبقى اداك النعمة واداك انه يقدر يعيه يشيلها انت. طب افرأيتم الماء الذي تشربون، في حاجة من دي، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو عرفت شوية الماء اللي بالمطر دول بيقولنا علشان يجروا في الأنهار ويجوا مسارب في الأرض ونفتح عيونه وأبر ويطلع لنا شيء، شفت العملية ده، احنا علشان نقطر كوباية مية في الأجزخانة عشان نجيب شوية مية مقطرة، شوف بتكلفنا قد ايه، موقد وإناء وبعدين وقود وبعدين نسلط عليها المية وبعدين المية تعمل ايه، تتبخر والبخار يطلع فين، فوق، وبعدين نعمل له انبوبة كده تمشي فيها البخار، وبعدين نعمل عليها حاجة ساعة عشان تكثفها وتنزل ايه، نقط النقطة الواحدة، شوف كلفتك عملية قد ايه. ومش كلفتك كده بس، كلفتك عقول تفكر فيها ازاي، جت منين دي، معامل، جهاز طويل عريض ده علشان القطر اللي بتملك كوباية، فما بالك المطر اللي بينزل مضرار ده ويعمل سيول ويعمل مش عارف ايه. لو علمت بقى شفت الكون ده كله، ولذلك تجد تلات تربع الكرة ايه، مية، سطح واسع. ليه؟ اما قال لك علشان البخر ده، حتى البخر ده وان ما كانش فيه حرارة برضو تعالى